مرة أخرى يتفاعل الفلسطينيون على اختلاف انتماءاتهم السياسية مع قضية الأسرى، حيث أمضوا أسبوعاً كاملاً تضامناً مع سامر العيساوي الذي أفرج عنه ضمن صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت. سامر هو واحد من المحررين 14 الذين عادت إسرائيل واعتقلتهم، وهو من بين 8 فرضت عليهم قضاء بقية محكوميتهم الأصلية في السجن. بعد ما تحرر كانوا انه يستفزوهم، يعني يشوفوه بالشارع بالعيسوية او بالقدس باي مكان، يوقفوه لعدة ساعات ويرجعوا انه يطلقوا سراحه. ما كان متوقع انه يعيدوا اعتقاله. والتهمة اللي هلا سامر عم بتحاكم عليها هي انه دخل الضفة الغربية. واعتبرت السلطة الفلسطينية ان استمرار اعتقال العيساوي هو بمثابة تنفيذ لحكم الاعدام عليه نظرا لتردي وضعه الصحي. الاحتلال الإسرائيلي أولاً يتحمل المسؤولية عن حياة سامر العيساوي، وبالتالي هي تعرف النتائج المترتبة لا سمح الله إذا استشهد داخل اعتقاله. ثانياً الصليب الأحمر الذي طلبناه أيضاً بأن يكون له موقف واضح على المستوى الدولي بتحريك هذه القضية. ثالثاً الراعي المصري والذي هو رعى صفقة تبادل الأسرى، وسامر أحد الذي أفرج عنهم في هذه الصفقة. يصب الفلسطينيون غضبهم على القائمين على سجن عوفر، وهو القريب من رام الله، وفيه محكمة عسكرية تستمع إلى لجنة اسمها لجنة شاليط. تقول هذه اللجنة بأن سامر وخمسة من المحررين من سكان الضفة الغربية المحتلة الذين أعادت اعتقالهم معرضون لإنهاء محكومياتهم السابقة، وتصر اللجنة على أنها تتصرف حسب بنود صفقة شاليط. مادة 186 بتقول إنه يمكن إعادة أسير محرر ضمن صفقة شاليط أو أي صفقة أخرى إذا أثبتت النيابة العسكرية بناء على معلومات سرية، وهون الفرق، وقدم طلب أمام لجنة عسكرية، وهون الفرق، يمكن إعادته لتمضية باقي محكوميته. وحين وجهنا سؤالنا إلى مصلحة السجون الإسرائيلية جاء الرد بأن سامر العيساوي كان متهماً قبل صفقة شاليط بارتكاب أعمال إرهابية حسب وصف الناطقة، وأنه خالف بنود الاتفاق. لم يتسنى لنا، ويبدو أنه لم يتسنى لأحد أيضاً، العثور على نسخة من اتفاقية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. ما نعرفه أن المحاكم الإسرائيلية تعتمد على مواد سرية لا يحق للمحررين أو لمحاميهم الاطلاع عليها، ومن الملاحظ أن معظم المعتقلين هم من أصحاب الأحكام المرتفعة. نوال أسعد من أمام المحكمة العليا في القدس الغربية، بي بي سي.